السلام عليكم أعزائي، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد من فيديوهات يلا نطبخ. اليوم جايب لكم وصفة سهلة كتير وبسيطة ومع ذلك زاكية كتير. اليوم راح نعمل مجدرة بالأرز. طبعا في نهاية الفيديو راح أحكي لكم كمان سر هاي الطبخة. بس قبل ما نبلش لا تنسوا رجاء الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد منا. شكرا لحضوركم ويلا نطبخ. بداية خلينا نشوف مكونات هاي الطبخة على السريع. معنا هون نص كوب من العدس المغسول ونص كوب من الأرز المغسول والمنوع بالماء. معنا بصلة مقطعة شرايح ومحطوطة بزيت زيتون، ومعنا نص معلقة كمون ومعلقة ملح ومعلقة ملح. اول شي راح نعمله راح نحط العدس في طنجرة فيها مي، ونحط عليها شوية زيت زيتون ونحطها على الغاز تغلي. اول ما نبلش العدس يغلي بنحط عليه الكمون والملح. بعد تقريبا ربع ساعة أو حسب النوع العدس اللي بتستخدموه مندوق العدس، وإذا كان نص مستوي مندير عليه الأرز. إذا شفتوا إنه المي كتيرة على الرز من ناقص منها، وإذا كانت المي ناقصة منزيد عليها. ارتفاع المي عن الرز لازم يكون حوالي 2 سنتي. ومنخليها على الغاز. تنطبخ. طبعا الطنجرة لازم تكون مكشوفة، وأول ما تنشف المي عن العدس زي ما انتو شايفين في الفيديو منمط الغاز على الآخر ومنغطي الطنجرة، ومنخليها تقريبا ربع ساعة لعشرين دقيقة حسب الكمية اللي عاملينها. في هاي الفترة منقلي البصل بالزيت. طبعا الزيت لازم يكون كمية منيحة، ومش شرط وبتقدر تستعملوا البصل الابيض او البصل الاحمر. منقل البصل لحد ما يصير بهذا اللون. طبعا ما في داعي انه نحرقه كتير. وبعد هيك منضيف الزيت والبصل على
المجدرة في الطنجرة. ومنخليها تقريبا 10 دقائق مسكر عليها. وهيك بيكون شكل طبقنا النهائي. أول سر لهي الطبخة إنه تقلي البصل بزيت الزيتون ويكون زيت كفاية. والسر الثاني إنه لازم العدس قبل ما نحط عليه الرز يكون مستوي نص استوى. شكرا لتواجدكم وصحتين وعافية.